معلومات لما اللي بيتكلم يقف يقول سؤال عشان يتكلم وهو ايه هو بس استاذ انا لما نعمل لك هذا معناه لما تجيني اخبار عاجله راح نقراها على طول شكرا لك يا استاذ ماجد يا اخي ما تاخرت عليكم انا السلام عليكم كيف الحال الله يبارك فيك يا اهلا وسهلا استاذ البركه فيك احنا رايحين على ليبيا يبدو لا مش رايحين على ليبيا ولا
Yeah.